في هذا الشارع الرئيسي بالمكلا ينهمك هؤلاء الفتية الهواة لفن الجرافيت أو ما يعرف بالرسم على الجدران، في إضفاء بعض المظاهر الجمالية لمدينتهم من خلال الرسم على جدران الشوارع وأسوار المؤسسات العامة وتحويلها إلى لوحات فنية تضج بالألوان. طبعا رسومات أنا هذه معبرة وهادفة لغرض تزيين الشارع، وهذا الفن عدة هذه الرسومات عدة رسومات من الفنون التشكيلية ورسومات الوجيه والرسم الجرافيتي وطبعا الرسم الكاليغرافيتي هذا. وبقدر ما تساعد هذه الرسومات في إخفاء التشوهات والكتابات العشوائية من جدران بعض الشوارع، هي توثق أبرز الأحداث والشخصيات التي أثرت في المدينة. هي تعتبر كشخصيات ليست رسم لتزين المدينة فقط، تمثل تاريخ وفي المجال السياسي أو في المجال الغنائي أو في مجالات أخرى، ولها تاريخ عظيم على قلوب أبناء المدينة أو بالمحافظة بشكل عام. الرسامون ومن خلال هذه الفنون التشكيلية يسعون إلى جعل الجدران المهملة تبدو أكثر حياة وجاذبية، ما أثار إعجاب واهتمام المارة. والله هذه رسمات جميلة جدا، تعبر عن إبداعات الشباب وتعبر عن المدينة ومقايدها وما مر بها من أحداث، وهي استغلال المساحات الفاضية. ورغم تلك الجماليات يشكر الرسامون من عدم تفهم البعض بما يقومون به. غالبا الصعوبات اللي يواجهها الرسام اللي هو بعد ما ينتهي من اللوحة، يعني يتفاجأ انه في اليوم الثاني او بعد فترة يلاحظ انه مثلا اللوحة حقه يا اما فيها ملصق يا اما فيها بالبخاخ، سواء كان من جهة حكومية او من اي فرد من المجتمع، يعني ما في تقدير احيانا للرسومات هذه. وبمنظور عام بات فن الجرافيت يحظى برواج كبير، كونه اكثر شمولية في توجيه الرسائل لكافة الفئات العمرية دون استخدام الكلمات والعبارات في بعض الاحيان. يسعى هؤلاء الفتية من خلال هذه الرسومات إلى تحسين المظهر الجمالي لمدينتهم وتحويل جدرانها المهمشة إلى لوحات جمالية، وفي بعض الأوقات إلى وسيلة للتعبير عن آرائهم تجاه بعض القضايا، فالصورة دائما أبلغ من الكلمة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.